بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وقد قال النبي ذلك صراحة في حديث أيضا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة رسول الله من طاعة الله، لأن الذي أمر بطاعته هو الله، فإذا لم تطعه فقد عصيت الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيه رد على الجماعة التي يقال لها القرآنيون، وهم كتب في تلقيب أنفسهم بهذا الاسم، فلو كانوا من القرآنيين لاتبعوا القرآن، وفي القرآن حث على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ألا لا يشكن أحدكم وهو متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. أي أنه يرفض السنة ويزعم أنه يتحاكم إلى الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما أرسلناك لكتابة الأعمال عليهم. فعندنا من يكتب أعمالهم، عندنا ملائكة يحفظون أعمالهم ويكتبونها عليهم، ويحفظون أقوالهم ويكتبونها عليهم، كما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هنا يثار قول: هل الآية الكريمة منسوخة أم ليست بمنسوخة؟ فادعى بعض العلماء النسخة، وقال إن الناسخ هو آيات الجهاد، وفي الحقيقة أن المقام ليس بمقام نسخها هنا. فقوله تعالى لرسوله: إنك ما أرسلت عليهم حفيظا، لا نسخ فيها ابتداء. إذا تدبرت الآية تدبرا دقيقا، ما هناك ما ينسخ أن النبي ليس بحفيظ على العباد، لكن قد يأتي النسخ في الآية التالية وتوجيهه أيضا إن شاء الله. قال تعالى: ويقولون طاعة، أي يقولون أمرنا طاعة، شأننا طاعة لك يا رسول الله، أي نحن مطيعون لك يا رسول الله. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، برزوا خرجوا، فإذا برزوا من عندك برزوا خرجوا، كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، فئة من الذين قالوا طاعة وأمرنا طاعة، يغيرون هذا ويبدلونه إذا خرجوا من عندك، فيسترضونك بكلمة طاعة لكن أمرهم عصيان. وقوله تعالى: بيت، التبيت هو الكلام بشر في الليل. هذا الغالب من استعمال كلمة تبيت، الكلام بيت في هذا المقام. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، وتواصى بعضهم مع بعض بالعصيان والتمرد على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يكتب ما يبيتون،
أي ما يتكلمون به من شر ليلا، فأعرض عنهم وتوكل على الله. وهذا سبيل لم يزل مقيما والحمد لله، وسيكون مقيما على الدوام، وهو كيفية التعامل مع المخادعين والماكرين. قال تعالى: فأعرض عنهم، لا تنشغل بهم كثيرا، لا تفكر فيهم كثيرا، وتوكل على الله. هناك أمور أخرى تضاف إلى هذه الآية في التعاملات مع أهل المكر والخديعة، فلا تنشغل بهم كثيرا ولا تفكر فيهم كثيرا، لا تنشغل بأهل الزور ولا بأهل الباطل وتذكرهم كثيرا إلا على سبيل التحذير منهم. أولا، عندنا أيضا غير هذا المذكور في الآية الكريمة من الإعراض عنهم والتوكل على الله، عندنا الاستعانة على مثل هؤلاء بالصلاة والصبر، بالصبر والصلاة، الصبر ولا تتضايق ولا تتبرم، فربنا يتولاك بصبرك، والصبر ضياء يجعلك ترى الأمور على حقيقتها. المتسرع المتهور لا يرى الأمور على حقيقتها، لكن الصابر المتأني يستطيع أن يميز المحب من المبغض. فعندنا صبر وصلاة، والصلاة بما فيها من دعاء وحسن استعانة بالله مطلب، وحثنا الله عليها مرارا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إبراهيم الخليل عليه السلام لما أدخلت زوجته على الجبار قام يصلي. ابن عباس أتاه خبر أخيه قثم ابن عباس فقام يصلي. فالاستعانة بالصبر والصلاة مطلب، فإعراض عنهم وتوكل على الله وصبر وصلاة، وكذلك استغفار من الذنوب التي سلطت هؤلاء الشراذم عليك. فالشخص قد يصاب بذنبه، يصاب بتسلط عدو عليه، فعليه أن يستغفر الله من ذنبه. وذلك أهل الجهاد في سبيل الله لما يلتقون بعدوهم يقولون يستغفرون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فعندنا إذن إعراض عنهم، لا تنشغل بهم كثيرا، حسن توكل على الله. وهذا التوكل لا ينافي أخذ الحذر، فالله قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، صلاة وصبر واستغفار. أعرض عنهم وتوكل على الله، اعتمد على الله، وكفى بالله وكيلا. فخذ بالأسباب المشروعة وتوكل على الله. ثم حث أولا قوله تعالى: فأعرض عنهم. هل هذه الآية منسوخة؟ قال بذلك بعض العلماء، قالوا كل آيات الإعراض أو الأمر بالإعراض منسوخة، منسوخة بقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومنسوخة بآيات براءة: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن العلماء من قال: ليست الآية بمنسوخة بل محكمة، ولكن للإعراض مواطن وللقتال مواطن، وهذا الأمثل من القول، والله أعلم. قال تعالى: أفلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم، كفى بالله وكيلا، وقد شرع لنا ربنا أيضا التحالفات إذا احتجنا إليها. يعني صحيح أن النصر من عند الله، ولكن لا مانع من الأخذ بالأسباب. وقد تحالف النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود بني قريظة لصد جحافل الشر الواردة من جزيرة العرب يوم الأحزاب. تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة خزاعة ضد مشركي قريش مع بني بكر بن سعد. فالتحالفات جائزة أيضا إذا كان المسلمون
ضعفاء جاز لهم أن يتحالفوا مع من هو أقوى كي يكون سببا لدفع الشر. والله يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد الدين بها بالرجل الفاجر. وفي الحديث: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فالتحالفات مع الكفار جائزة إن احتاج المقام إلى ذلك، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: وكفى بالله وكيلا. ثم حث على تدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن؟ هؤلاء الذين قالوا طاعة وبعد ذلك خالفوا، أفلا يتدبرون القرآن؟ وما فيه من الوعد والوعيد، ما فيه من الوعيد لناقضي العهود والمواثيق، وما فيه من الوعد لمن يوفون بالعهود والمواثيق. أفلا يتدبرون القرآن ويرون مصائر من كانوا أمثالهم؟ ففيه حث على تدبر القرآن. قال تعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لقد قرأت سورة كذا وكذا البارحة، يعدد السور التي قرأها. قال: هذا كهذه الشعر؟ لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل. فتدبر القرآن مطلب. فإن قال قائل: أقرأ كثيرا بلا تدبر وقليلا مع تدبر، فالتدبر أولى، لأن الله سبحانه أمر به في عدة مواطن من كتابه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله نحن نقرأ القرآن ونزداد يقينا بأنه من عند الله، فليست فيه أي آية تدعو إلى فحش أو رذيلة أبدا، وليست فيه كلمة قبيحة أبدا، كتاب الله كله طيب، وليست فيه تناقضات أبدا، إلا عند من قل علمهم هم الذين يظنون أنها تناقضات وليست بتناقضات. فكل خير وكل جميل في هذا الكتاب العزيز، والمتأمل يشهد لهذا الكتاب أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلى ذلك إذا أشكلت عليك آية لا تشك في القرآن، شك في قدراتك العقلية، شك في نفسك، شك في فهمك. أما كتاب الله فليس بين آياته تضارب. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه. هناك ناس خفاف العقول وضعفاء الإيمان من ناحية أخرى، إذا سمعوا أي خبر بادروا بنشره، وليس هو هذا التصرف الأرشد ولا التصرف الأمثل. بل أولا، إذا جاءنا أي أمر سواء كان أمرا يسر أو أمرا يحزن، نتثبت من الخبر أولا، فإن ربنا أمرنا بالتثبت فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فالتثبت أولا مطلب. وهب أنك تثبتت من الخبر ووجدته صحيحا، هل الأولى نشره أم الأولى كتمانه؟ فإن الخبر إذا نشر قد يضر ولو كان صحيحا، وإذا كتم قد يكون الكتمان علاجا لما في هذا الخبر. فهل الأولى نشره أم الأولى كتمانه بعد التثبت؟ هذا أيضا مطلب. وهل إذا نشر ينشر للجميع أو ينشر في حدود؟ ولذا نشر ينشر بتسميات، بأسماء الذين وردت أسماؤهم، أم تحذف الأسماء؟ لهذا فقه. وليس من شأن العقلاء المبادرة بنشر الأخبار، إنما ينشر الأخبار المرجفون الذين يخيفون الناس.
وقد كان لهم أمر على عهد النبي فنزل فيهم القرآن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين عياذا بالله أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فليس كل خبر ينشر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به في سبيل الذم، على سبيل الذم، ولو ردوه إلى الرسول إذ كان وليا للأمر آنذاك وإلى أولي الأمر منهم لأهل العلم وأهل الفهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعلمون حقيقته. قد يأتيك خبر تظنه مفزع، ولكن قد تكون للخبر أسباب جعلت الخبر خاصا ليس عاما. فإثارتك للخبر إثارة للذعر، لكن إذا رددت الخبر لشخص عالم أو لشخص على علم بالموضوع لطمأنك ووجهك التوجيه المطلوب، قال لا تخشى، هذا الذي قبض عليه له أحوال خاصة، أكل مال أخته، أكل مال أمه، تستطيع تخرج له التخريج المريح الذي يسبب الطمأنينة ولا يسبب الهلع. والآية في عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه، بلغه أن النبي طلق نساءه، ذهب إليه صاحب من أصحابه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق الباب طرقا شديدا، قال اخرج يا عمر. قال ماذا حدث؟ أجاءت غسان؟ قال أشد من ذلك حدث. قال وما هو؟ قال طلق النبي نساءه. وما كان النبي طلق النساء، والناقل صحابي، ليس واحد عابث، الناقل صحابي. فذهب عمر مسرعا إلى حفصة أو قال أو أطلقك رسول الله؟ قالت ما أدري، هو ذا معتزل. خرج إلى المسجد يسأل، فإذا الناس يبكون ويسألهم هل طلق النبي نساءه؟ فما أفادوه بفائدة، ما ندري، الكل حزين من أجل حزن رسول الله واعتزال النبي لنسائه. فذهب عمر يستأذن، يا رباح استأذن لي على رسول الله. فذهب يستأذن فرجع وقال ذكرتك فلم يأذن، أو عفوا ذكرتك فسكت، مرتين وفي الثالثة أذن له. فدخل يأتي بالخبر من مصدره الأصلي، هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر تكبير مشهر، ومشهر للناس أن الأمر مطمئن. فهذا الأولى، تذهب إلى صاحب الشأن وتأخذ منه الخبر بدلا من النقولات التي تعتريها التحريفات وتعتريها الأهواء وتخلط عليها الأهواء وتزيد عليها أمورا. فهنا كان قوله لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وعمر كان من الذين استنبطوه رضي الله تعالى عنه. الآية مستند لمن قال إن المراد بأولي الأمر العلماء، لأن الرسول كان في الآية هو ولي الأمر، الإمام للبلاد والإمام الأعظم. قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منه. فإذا دققت في الخبر المخيف، مثلا ممكن تجد كمين شرطة وتتسرع هناك كمين، وبعدين تدقق ترى أن الكمين أعد لتاجر حشيش أو تاجر مخدرات، والناس لا يدققون، فالمهم يتناقلون الأخبار بسرعة، فالأمور تحتاج إلى تأني وإلى تثبت. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أفادت الآية أن العجلة من الشيطان، والمبادرة بنشر الأخبار حلوها ومرها ليس من سبيل المؤمنين، إنما سبيل المؤمن التريث. قد يكون الخبر مفرحا وتبادر بنشر ويطلع خطأ الخبر،
فيفقد الناس الثقة فيك، فضلا أنك خالفت الآية التي فيها الأمر بالتثبت والأمر بالتأني كذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الله يقول في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن هدايته للتي هي أقوم، كما قال بعض العلماء، تكوين ما يسميه الناس الشخصية المسلمة، الشخصية المسلمة عاقلة، شخصية عاقلة متزنة متئدة، تعرض عن اللغو، تعرض عن أهل الجهل، كذلك ليست بمتسرعة بل متأنية عاقلة، ترد الأمور إلى مصادرها الصحيحة. فلشخص أن يجمع سيما الشخصية المسلمة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله، كيف تكون قوي الشخصية؟ تأخذ أصول ذلك من كتاب الله، بل وفروع ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخصية عاقلة رزينة متئدة، ليست بمتسرعة، ليست بمتهورة، لا ترهب أحدا إلا الله، حكيمة في تصرفاتها. فليت شخصا يجمع لنا ما يتيسر له من ذلك،
مستنبطا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول إن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله، أي قاتل لإعلاء كلمة الله. فسبيل الله المراد به إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي عن ذلك: أحدنا يقاتل حمية؟ أحدنا يقاتل شجاعة؟ أحدنا يقاتل يقال هو جريء؟ أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هل فهم الرسول من الآية أنه يخرج مقاتلا وحده بالسيف؟ أم كان يرتب: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد القتال؟ قل ذلك لأن بعض الذين فهموا بقصور الجهاد أو القتال على وجه غير وجهه، كان أحدهم يستدل بالآية يقول: أنا أقاتل الصين الشعبية ولو كنت وحدي. ليس بسبيل أبدا للأنبياء ولا للمرسلين. موسى عليه السلام ما قال أقاتل ولو وحدي فرعون وملأه، إنما قال: ففرضت منكم لما خفتكم. فالجهاد له فقه من حيث العدد والعدد والزمن والمقصد، وفقه طويل للجهاد في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هل هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ السنة الفعلية تفيد أنه حرض المؤمنين معه عليه الصلاة والسلام. حتى لو كانت خاصة ستكون خاصة برسول الله، ليست عامة بالجميع. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ليس المعنى أنك يا مسلم تخرج تقاتل وحدك آلاف. الله يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فأصبح الواحد ينازل 2، بعد أن كان يؤمر بمنازلة 10 خفض إليه ينازل 2 لتقاتل دولة، لا يتصور لا عقلا ولا دينا. وحرِّض المؤمنين، أي على القتال معك. قال تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. والتحريض أيضا يكون على عموم أعمال البر، حرِّض على الصدقة، وإن لم تكن أنت تتصدق حرِّض الأغنياء على الصدقة، حرِّض الناس على العفو عن الناس، حرِّض الناس على الدعوة إلى الله. فالتحريض على الخير مطلب. والمسيح قال: من أنصاري إلى الله؟ فالتحريض على الخير مطلب. كل سبل الخير حرض عليها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يعني إذا علم أهل الكفر أنك مستعد للقائهم وأن معك فئة أيضا ستقاتل معك انكمشوا. لكن إن علم أهل الكفر أنك جبان وأنك خواف زادوك ذارا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانت الجن تخشى الإنس، فلما كان الإنسي ينزل واديا قفرا كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن. فرأت الجن أنه يخاف منها، فمن ثم زادته رهقا، أخافته أكثر وأكثر. فعدوك إذا رآك جبانا، دائما جبانا، سيركبك كما يقولون. وفي المثل المصري: ما لك يا فرعون اتفرعنت؟ قال: ما وجدت أحد يردني. فدائما الخصم إذا كان يرى منك ضعفا وخورا وجبنا يتمادى في غيره، لكن علم أنك ستقاوم ولو تبذل ما عندك من جهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سينكمش ويعمل لك حسابا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا.
ذلك في شرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى آلة زرع أو سكة حرث في بيت قوم، قال: لا يدخل هذه الآلة قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله عنهم. كيف ذلك؟ يعني هل الدين يدعو للتخلف؟ لا أبدا. إنما إذا انشغلت بآلات الحرث وصناعة آلات الحرث وانشغلت بالزراعة، والعدو منشغل بتطوير نفسه بالقنابل والسيوف والأسلحة والصواريخ، ازرع كما شئت، في نهاية المحصول سيأتيك العدو بدباباته ويأخذ منك ما زرعت وما حصدت، فيهينك ويذلك، يهينك ويذلك. وإلا فالترغيب في الحرث مطلب. لا تقوم الساعة، أو عفوا، إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. ولذلك نرى الانحطاط الذي أصاب كثيرا من بلاد المسلمين. الأعداء يصنعون الطائرات والصواريخ والمعدات، وهم يصنعون مصانع البلاستيك والشيبسي والمنتجات الورقية. هذا تطور لك، أحسن بلد في الشرق الأوسط تصنع بلاستيك. طيب وبعدين؟ أحسن بلد في الشرق الأوسط تخرج شيبسي، وبعد ذلك عند الحروب ما الذي سينفع؟ لا البلاستيك هينفع ولا الشيبس هينفع. إنما تنفع الآلات الحربية التي تخيف العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالتقوي مطلب لدفع لحماية البلاد، لحماية العباد، ولحماية المستضعفين. قال تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أشد بأسا منكم لهم وأشد بأسا منهم أيضا سبحانه وتعالى. فسيعينكم ربكم سبحانه وتعالى. ثم إن الله قال، وبعد أن قال للنبي وحرض المؤمنين، جاء الأمر الآخر: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ما وجه الآية هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ كلمة الشفاعة أصلا معناها الشفاعة المثنى، الشفع والوتر. الشفاعة هي التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم. تشفع لشخص، تروح للمجني عليه يعني المبتلى منه، تقول سامحه واعف عنه، التوسط عن الذنوب والجرائم، او التوسط لجلب خير او دفع ضر لمسلم من المسلمين. فالشاهد ان الشفاعه الانضمام الى شخص كي تصيره شفعا بعد ان كان وترا. ومنه قول الشاعر: واستشفعت يعني ابنته من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. الشاهد أن النبي حرض المؤمنين، فجاء الأمر للمؤمنين: يا أيها المؤمن، إذا انضممت إلى رسول الله في قتاله فصيرته شفعا بعد أن كان وترا لك نصيب، وإذا انضممت إلى الكافر فصيرته شفعا بعد أن كان وترا فقد تحملت كفلا من الإثم. فهنا الشفاعة في الجهاد تشفع مع الرسول، تضم نفسك إلى رسول الله كي تصيره شفعا بعد أن كان وترا لك نصيب من ذلك، وتشفع مع الكافر تصيره شفعا بعد أن كان وترا لك نصيب من الإثم عياذا بالله من الآثام. وعموما على أمال الخير، عموما رجل يعمل خيرا انضم إليه صيره شفعا لك أجر، رجل يعمل وزرا تنضم إليه صيره شفعا بعد أن كان وترا لك نصيب من الإثم في أعمال البر عموما. ولذلك كان من شأن أهل الإيمان مناصرة أهل الحق، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى،
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني والذي يكثر سواد أهل الضلالة. نزل فيهم قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أخرجوا من مكة كي يقاتلوا مع أهل الشرك ضد رسول الله فكسروا سواد أهل البدع ونزلت الآية فيه. قال تعالى يكن له كفل منها، كلمة الكفل وكلمة النصيب إذا ترادفتا كانت النصيب مختصة بالخير والكفل مختصة بالشر، لكن الكفل أيضا إذا جاءت منفردة تطلق على الاثنين معا على حسب السياقات. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييت بتحية أي تحية كانت حي بأحسن منها أو بمثلها. قال أنا نصراني السلام عليكم، قلت عليكم، أنا رددتها ما بخسته حق، أنا رددتها. المسلم إذا حييت بتحية معه فحي بأحسن منها أو ردها. إخواننا في بعض الدول تقول السلام عليكم، يقول لك سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول سلام. يا أخي رد التحية هلا، السلام عليكم أفضل من هلا. فأنت لم ترد بمثلها، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لك وعليكم السلام، ظلمك، ما رد إليك تحيتك بمثلها ولا بأحسن منها. والسلام ينتهي إلى وبركاته. فإذا قال لك شخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيادة مغفرة ومغفرته ضعيفة من كل طرقها. ومن ثم قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته. والرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فدخل رجل فقال السلام عليكم، قال عشر. دخل آخر السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. ما زيد على هذا. لذلك كما أسلفت ابن عمر قال انتهى السلام إلى وبركاته. ولا إذا قلت ومغفرته، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ماذا يجيب الشخص؟ قلت ورضوانه، قال وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. بما لن تنتهي المسائل. من ناحية الأسانيد زيادة ومغفرته ضعيفة، هذا المنتهى. إن الله كان على كل شيء حسيبا، يحسب عليكم أعمالكم ويحفظها. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. اللامية الموطأة للقسم في تذكير بالبعث الآخر. وما هناك جزء من القرآن ولا حزب من أحزابه إلا فيه التذكير باليوم الآخر، لأن العمل فرع عن الاعتقاد. إذا كنت تعتقد في اليوم الآخر ستعمل له أعمالا. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذا وصلوات ربي والسلام على النبي محمد، ولا أحد أصدق أبدا من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.